المبادئ اللي كانت مبنية عليها الثورة، الخطبة، خطبة الرئيس الراحل. منذ انتخاب الرئيس تبون كرئيس الجمهورية رجعت اليوم الدبلوماسية الجزائرية إلى وجهها الحقيقي، وهو صوت الجزائر أصبح اليوم عالي، ورجعت الجزائر كما بالأمس في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين، الجزائر رجعت اليوم على منصبها الطبيعي، يعني كدولة عندها صوت قوي وعندها مبادئ لتدفع عليها على المستوى الإنسانية وحق الشعوب. وما فيش فرق أبدا ما بين دبلوماسية الحرب بالأمس دبلوماسية العهد، هذا العهد الذهبي في وقت الرئيس بومدين رحمه الله، وفي الوقت الحالي لأرجع الرئيس تبون رجع الجزائر على موضعها الطبيعي، وهي يعني دولة محترمة ودولة لها صوت عالي في العالم. والحمد لله اليوم كل الدول اليوم تحترمنا وتسمع إلى صوت الجزائر.